صباح الخير. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مقدمة لجلطات الدم بعد الولادة، واحنا النهاردة هنبتدي نكمل هذا الكلام. بنكمل الكلام ان احنا النهاردة بنتكلم على انواع جلطات الدم بعد الولادة. في نوعين رئيسيين من الجلطات قد تتعرض لها المرأة بعد الولادة، هنوضح كل منها. اول حاجة جلطات غير مهددة للحياة. بتنتج الجلطات غير المهددة للحياة عن انسداد بطانة الرحم وانفصال المشيمة، وتنتقل هذه الجلطات عبر المهبل لخارج الجسم في الأيام التي تتلو الولادة مباشرة، وتكون غير خطيرة على صحة المرأة وتنتهي خلال فترة قصيرة بعد الولادة. قد يرافق عبوه هذه الجلطات ألم بسيط ولكنه محتمل، كما أنه يجب على المرأة أن تلتزم بإرشادات الطبيب خلال الفترة الأولى، وذلك لحماية نفسها من الخطر. نمرة 2 جلطات مهددة للحياة. ومن الممكن أن يحدث الجلطات داخل أوردة الجسم لدى المرأة الحامل نتيجة لإنتاج متزايد من عوامل التخثر لمنع النزيف أثناء الولادة، وتعبر هذه الخسارات عبر الأوردة وتستقر في أعضاء معينة، ويمكن أن ينتج عنها انسداد رئوي أو جلطة قلبية، وهذا النوع هو الخطير الذي قد يهدد حياة المرأة. في الحقيقة احنا هنتكلم على أعراض جلطات الدم بعد الولادة، وبنحذر كل سيدة ان هي لو شعرت بأي من هذه الأعراض لابد من الذهاب بسرعة للطبيب، لان اذا ظهر اي من هذه الأعراض قد يكون عندها جلطة او حدث عندها جلطة. يجب على المرأة ان تكون على معرفة بكافة أعراض الجلطات الدموية التي قد تحدث بعد الولادة، وذلك لأن هذه الجلطات قد تكون مهددة لحياتها. وسوف نوضح هنا أعراض الجلطات الدموية الخطيرة، وقلنا أن هي قد تمتد من 24 ساعة لحد 6 أسابيع. أول حاجة ارتفاع في درجة الحرارة. يمكن أن ترتفع درجة الحرارة لدى المرأة عند تعرضها للجلطات ما بعد الولادة نتيجة محاولات الجسم مقاومة الالتهاب وحل الخثرة الناتجة. نمرة 2 أعراض تجلط في الأوردة العميقة، وتتمثل الأعراض في هذه الحالة باحمرار بيترافق مع ألم شديد وتورم في ساق واحدة نتيجة وجود الخثرة في أوردة هذا الساق. نمرة 3 انسداد رئوي. عند تشكل جلطة دموية داخل الوريد بعد الولادة قد لا يتمكن الجسم من الانسداد الرئوي، والذي يتمثل بصعوبة في التنفس بترافق مع ضيق التنفس وسعال بترافق مع بلغم لونه وردي نتيجة للانسداد الرئوي. نمرة 4 ألم في الصدر. في حال انتقلت الجلطة للرئتين بيكون هنالك ألم في الصدر، تشعر المريضة وكأن هنالك شيئا ثقيلا مطبق على صدرها مع ألم شديد عند تطبيق أي ضغط مهما كان بسيط على الصدر. نمرة 5 دوخة وإغماء. ومن الممكن في حال تعرضت المرأة لجلطة بعد الولادة أن تشعر ببعض الدوار وقد يصل لمرحلة الإغماء. نمرة 6 قشعريرة مع تعرق بارد. يمكن أن يترافق أعراض الجلطة بعد الولادة مع قشعريرة وتعرق. نمرة 7 عدم انتظام في دقات القلب، حيث تشعر المرأة باضطرابات في ضربات القلب وعدم راحة. نكمل المرة الجاية علاج جلطات الدم وعوامل الخطر. مع السلامة.